صباحكم الخير. اليوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير. اليوم القمر مرافقنا برج الجدي. القمر والشمس بيلتقوا صباحا يوم الاربعاء تحديدا الساعه 4 صباحا بتوقيت بيروت. فاذا تاثيرات هالنيو مون بلش من اليوم، والابراج الترابيه هي الاكثر حظا. عم نحكي عن مواليد برج الثور، مواليد برج الجدي، ومواليد برج العذراء. كيف رح بتكون كل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل، هالقمر الجديد تاثيراته هي اليوم وبكره، تأثيراته مهمة جدا على وضع مهني أو اجتماعي. يبدو وكأنه أنت أمام مرحلة كتير مهمة، ضروري يكون أدائك ممتاز وين ما كنت، سواء كنت تشتغل أو بتدرس أو حتى عاطل عن العمل أو عم تدور على عمل. نهار ممتاز لكن بيحمل بعض القلق. تبقى المواليد الأوفر حظا 19 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، هيدا أمر ممتاز بالنسبة لك، تعتبر من الأبراج الأكثر حظا اليوم، منافس قوي الحظ معك. شو ما عملت تقريبا من المستحسن أنك تكون عم تشتغل على شيء مهم، لأنه هذا اليوم بيحمل حظ دسم جدا، وبتقدر تنجح بالأعمال الصعبة حتى المستحيلة بتنجح فيها. الأكثر حظا 10 11 و12 أيار مايو بالإضافة لمواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم الجو عندك بيطلب انك تشتغل على مصالحة، تشتغل على توافق، يمكن تضطر تاخذ خطوة إلى الأمام باتجاه شخص أو جهة معينة فقط لحتى تحسن الأوضاع يلي تعبت في اليومين السابقين. اشتغل على أوراق وملفات بنصحك فلكيا. الأوفر حظا 16-17 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، تأثير هالنيو مون عليك نوعا ما مزعج تقيل، لأنه بحطك أمام أمر واقع يمكن يكون صعب أو معقد. مطلوب منك أنك تكون قد حالك، تكون شاغل مزبوط، المسؤوليات ما فيك تهملها، بالعكس تماما بتكون شاغل مزبوط، لأنه اليوم نهار مهم جدا وبيقيمك. هنالك بعض المزاجية والطباع الصعبة فكون حذر، خاصة 24-25-26 حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. شغل كتير قد ما بدك، كأنهار طويل ما بيخلص، تعب وركض ومكمل هالجو يومين. مش بس هيك، على الأرجح مكمل معك كل هالأسبوع، الأجواء منها هالقد منعشة. هيدا أسبوع شغل. اليوم نظم الأجندة، سكيدجول، خليه مرتب، خليه سهل، خليه شغلك يكون دقيق، وانتبه لبعض المسائل الصحية العابرة أو الطارئة. 17-18-19 آب أغسطس الأكثر حظا. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، بعتبر هيدا نهار ممتاز، بعتبر هيدا نهار بالنسبة لك دفشة لقدام، بدفشك لقدام وبيخليك تفوش وتطفو إلى السطح إذا كنت حاسس حالك أنك غرقان بدوامة. نهار ممتاز عاطفيا، نهار ممتاز مهنيا، نهار رائع اجتماعيا. اليوم هو من الأيام اللي تكون أنت مبدع فيها والحظ لجانبك. كل الأمور الصعبة بتبطل صعبة، والأمور الخطأ ما بتبين بالنسبة لإلك. الأوفر حظا 26-27-28 آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، واضح أنه تأثير هالأمر الجديد عليك عم بيخليك تفكر رسميا وجديا بمسألة شخصية. عم بتفكر، عم بتحلل، عم تشوف شو اللي زعجك، شو اللي ماشي، شو اللي منه ماشي. في أمور كتيرة بدك تخربط فيها، بدك تعالجها، بدك تدخل ترتيب جديد على حياتك الشخصية. هنالك بعض القلق لأسباب عائلية أو شخصية أيضا، فكون حذر. الأكثر تعبا 17-18-19 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب، هالأمر الجديد اللي مرافقك اليوم ومكمل أيضا بتأثيراته لبكرة، يمكن يحمل لك أخبار عديدة بتوصل لك منك متوقعة، بتسمع لك خبرية بتقول أف، فرصة جيدة بالنسبة لك. مولود برج العقرب نهار ممتاز لحتى أنت تنطلق بحملة استعادة مركز، استعادة موقع، للدفاع عن رأي، للدفاع عن شغلك، عن مركزك اجتماعيا حتى دراسيا. اليوم مولود برج العقرب متفوق على غيره، من الأشخاص اليوم مولود برج العقرب من الأشخاص الرائعين الممتازين يلي ما رح يلاقوا حالهم بموقف مربك، لأنك اليوم شاطر وقدم. تبقى المواليد بعتبر أكثر حظا من غيره 11-12-13 نوفمبر، لكن يلي لازم يكون كتير حذر، لأنه كوكب المريخ بنفس الوقت عم بيقطع عنكم، فانتبهوا من السرعة من التسرع.
15 16 و17 نوفمبر تشرين الثاني. بتقول لها برج القوس، بالنسبه لبرج القوس يبدو وكانه طالع بالك تبلش تفكر كثير جديا بكيف بدك تحسن حالك ماديا. عارف حالك انه الوضع المادي عندك متقلب، صار له 3 سنين متقلب، اليوم انت موجود بفتره زمنيه بتقلك انه حان الوقت لحتى فعلا تحط قدامك خطه كيف بدك تدخل على حالك راتب اضافي او كيف بدك تظبط مصاريفك. كله بهذا النهار نوعيه الوقت هي بدك تفكر، هي للتفكير كيف بدك تحسن حالك تقوي حالك وتبلش تخطط وتفكر لبعيد. نهار يمكن يحمل لبعض مواليد برج القوس ربح، ولبعض مواليد برج القوس يمكن امتحانات اكاديميه شوي صعبه، لكن انتم موجودين فتره زمنيه حلوه ما بيخاف عليكم. 16 17 18 ديسمبر هو الاكثر حظا. بنتقل لبرج الجدي، بالنسبة لك مولود برج الجدي اليوم هو انطلاقة رسمية لسنة 2018 بالنسبة لك. صحيح يمكن بالأسبوع الأخير من سنة 2017 بلش فصل الشتاء وانطلقت أنت بهمة جديدة، لكن فلكيا هالأمر الجديد القمر والشمس اثنيناتهم برج الجدي انطلاقة مهمة جدا 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 لمولود برج الجدي بسنة 2018 وحتى بمرحلة جديدة. كل شيء فيك تغيره، عندك القدرة وعندك الإذن فينا نقول لحتى تغير تشيل وتحط وتقلب المقاييس رأسا على عقب. فيك تتوقع خطوات جديدة منك، خطوات ومبادرات من قبل آخرين تجاهك، حتى منه لحاله الظرف والوقت بيوصل لك أخبار واتصالات على ذوقك. لكن كون حذر مولود 25 26 27 ديسمبر ما تاخذ قرارات نهائية حاسمة قبل ما تفكر مرة ومرتين. كمل مع برج الدلو، بالنسبة لبرج الدلو اليوم نهار ضعيف جدا فلكيا، ضعيف جدا فلكيا معناتها ما في حظ، وبالتالي اليوم بدك تقعد عاقل، اليوم ممنوع تاخذ قرارات صعبة نهائية حازمة أو تحرق خط الرجعة، لأنه على الأرجح بين اليوم وبكرة بتندم على خطوة بتاخذها أو كلمة بتقولها، بتندم تقول يا ريت ما حكيت، ما فتحت تمي وحكيت. الأجواء اليوم كنت تحمل لك شوية تأخير وشوية خيبات أمل، فكون حذر لاسيما إذا كنت من مواليد كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت، بالنسبة لبرج الحوت بعتبره هيدا نهار ممتاز بالنسبة لك لحتى تبين، لأنه يبدو وكأنه نجمك كتير حلو، نجمك يجذب الآخرين، عندك كاريزما كتير حلوة، هذا الأمر ممتاز من بعد ما مرقت بيومين ما كانوا هالقد مسهلين بالنسبة لك. اليوم تكتشف أنه في منك لحالك، كنت مفكر أنه أنت لحالك ومتروك وقعت بفخ الأوهام السلبية، اليوم بتلاقي أنه أنت في عندك أشخاص بيحبوك منك لحالك، وبالتالي اليوم أنت تتشجع وتتجرأ على تحرك باتجاه الآخرين، وهذا شيء بيغنيك ويلقي أضواء ممتازة خاصة عند مواليد 19 و11 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بالنسبة لمولود اليوم بانتظاره سنة كتير مهمة مش شوي، هيدي السنة بتحمل له تغييرات جذرية رئيسية مهمة جدا، يمكن تكون لها علاقة بمسار مهني أو مسار دراسي، هيدي السنة مهمة تابعها بتفاصيلها وبكل دقة. أيار مايو عدا أنه شهر كانون الثاني يناير الحالي هو ممتاز، أيلول سبتمبر ثم كانون الثاني يناير 2019. هيدي كانت الأبراج لليوم، أتمنى لكم نهار حلو، إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. ثانك يو لك كارمن. انتو بتعرفوا انه باليابان في لافتات بالمطاعم وبالاماكن العامه انه يرجى وضع الخليوي بحاله الصمت، يعني يكون على طول سايلنت، وحاطين انه هيدي من دواعي الاخلاق لازم تكون، يعني واللي بيرن تليفونه بتشوفوا انه الكل برا متطلع فيه، مش غلط ابدا رن التليفون او اكون قاعدين ضل نسمع تليفونات عم ترن، بس انه انا ما بتزعجني، بس انه هيك باليابان بيتصرفوا. وبريك ونرجع.